السلام عليكم، راح أتحدث لكم اليوم عن نسخة الويندوز 11 بالإصدار المخفف أو ويندوز 11 لايت. هذه النسخة المخففة المقصود منها هي دعم الأجهزة الضعيفة، وبالإضافة إلى الأجهزة القوية. كلنا نعلم عندما أصدرت مايكروسوفت ويندوز 11 قامت بتحديد الأجهزة التي يمكن أن تنصب الويندوز 11. هذه النسخة تجاوزت هذه القيود التي وضعتها مايكروسوفت، وأتجرأ وأقول بأنها تستطيع أن تشغل حتى الأجهزة القديمة جدا لما يتوفر فيها من مواصفات جيدة جدا. النسخة ليست من صنع، النسخة التي صنعتها أنا بنفسي هذه حقيقة أخف منها، لأنه تم إبطال أغلب البرامج، يعني عفوا كل البرامج الإضافية في هذه النسخة. ولكن المثير بأنه تم وضع مجلد خاص تستطيع من خلاله تنصيب وتفعيل هذه البرامج حسب حاجة المستخدم. سوف نتطرق إلى ذلك لاحقا بإذن الله. حتى نستغل الوقت، تستطيع أولا أن تحمل النسخة عن طريق الرابط الذي سوف أضعه في خانة الوصف. بعد أن يتم التنزيل، كما تشاهدون أنا وضعته على الديسكتوب أو سطح المكتب، بعد ذلك نحرق النسخة كما نفعل في كل مرة. أنا أستخدم برنامج ريفوز، تقوم بتحضير حقيقة USB فلاش 8 جيجا بايت أقل شيء، طبعا ممكن نستخدم 4 ولكن يفضل 8 أقل شيء. بعد أن يعني يتم تشكيل USB يجب أن تنتبه لنقطة معينة، كل البيانات التي يعني متوفرة حاليا داخل USB سوف يتم حذفها، لذلك إذا كانت عندك بيانات مهمة أو صور يعني أرجو أولا أن تعمل باكب لهذه البيانات. بعد ذلك نختار النسخة، أنا أختار المكان هذه النسخة اللي، وتكون حريص باختيار USB فلاش الصحيح في حالة توفر أكثر من USB. هنا تعطي اسم ويندوز 11، طبعا هذا شيء أنت حر به، ونقوم بحرق النسخة بشكل طبيعي. يفضل ترك المواصفات كما هي. إذا كنت تشتغل يعني في المستقبل على حاسبة قديمة يمكن أيضا تفعيل وضع البيوس فحسب اختيارك، أو تفعيل يعني على اليوفي، فهذا الشيء حسب اللي أنت يعني هتستخدم عليه. من هنا تستطيع ضبط هذا الموضوع. إذا يعني تفكر بأنه سوف تنصب على حاسبة قديمة، الأفضل تفعيل وضع البيوس هذا الخيار. سوف أفعل هذا الخيار حتى يكون جاهز لكل الحالات. نبدأ بعملية الحرق. الآن اكتملت عملية الحرق، تم حرق النسخة على USB فلاش. نسحب USB فلاش يكون عنده جاهز، ونذهب إلى أي لابتوب نجرب عليه. قبل أن أشغل اللابتوب يعني نصب أو أركب الفلاش، وبعد ذلك لازم أعرف كيف أدخل إلى البوت منيو مثل ما شرحه أنا بأكثر المرة، مثل ما تشوف هذا الفيديو مثلا على سبيل المثال. شوف هذه هي اللابتوب، وهذا هو USB اللي حرقنا عليه، اللي نصبنا عليه الويندوز. هاي من دار السابق، نصب الآن الويندوز على USB. كل اللي أسوي أركب هذه USB فلاش، بعد ذلك أشغل اللابتوب وأضغط F12. هذه تفتح طبعا من اللابتوب إلى أخرى حسب النوعية، لأنه هاي ضغط F12 هو الحصول على البوت منيو. من البوت منيو أختار USB فلاش مالتي، ومثل ما نشوف أعطينا علامة الويندوز، ونبدأ ننصب الويندوز بشكل طبيعي. هذا اللي راح نسويه الآن، حنا يعني على أي كمبيوتر ننصب USB فلاش ونشغل الكمبيوتر ونضغط على مفتاح البوت منيو، وبعد ذلك نختار من البوت منيو نختار USB، نكمل سوا بإذن الله تعالى. تبدأ عملية التنصيب مثل ما لاحظنا. بعد أن ضغطنا على مفتاح البوت منيو تبدأ عملية التنصيب، وكما تلاحظون انه النسخة معدلة.
تتم هنا اختيار النسخة اللايت، بعد ذلك تضغط نكست. كما هو طبيعة الحال في أغلب التنصيبات، يعني لا يوجد شيء جديد في التنصيب، ولكن تنصيبها يكون خفيف وسريع، لذلك سأسرع التنصيب بإذن الله تعالى. كما تلاحظون أعزائي انتهت عملية التنصيب بشكل سريع. أول ما تنتهي عملية التنصيب تظهر لنا هذه الشاشة. سوف أتطرق بشكل سريع على الأمور المهمة داخل النظام، وهو طبعا لا يختلف عن أي نظام ويندوز 11، ولكن الأمور المختلفة هأشرحها يعني بشكل سريع إن شاء الله تعالى. هاي الشاشة اللي حتظهر لكم هي عبارة عن برنامج إضافي، يعني مو جاي ويا ويندوز، إضافي هم أضافوه، يتحكم لك بشكل هاي التول بار. فمثلا هذا شلون هذي يطلع لك، مثلا أنا شوف من أضغط هنا هيطلع على شكل ويندوز 11، وهذا على شكل ويندوز 10، وهذا مثل ما شفتوا حتى الأيقونة تغيرها صار مثل ويندوز 7 إلى آخره. طبعا هذا الشيء مو مهم. ومنها أيضا تتحكم بالتاسك بار، تقدر تغير هاي الأيقونات إلى آخره، بالإضافة بأنه تقدر منها تحط هذين الأمور في الوسط، ولكن هذه بقت. إذا كان هذا البرنامج يزعجك يعني ما تريده، كل ما عليك بأنه تطفيه من هذا الخيار. ترجع لكم ستارت منيو، منها تطفيه، وبعد ذلك منها تطفيه، بس هيتطلب منك تطفي الحاسب وشغلها. فأنا على تستغل الوقت ما راح أسوي، من حتطفي الحاسب وشغلها كل شيء حيرجع لك ستاندرد مثل ما هو موجود في الويندوز. هذه واحدة الأمور المهمة، مثل ما تشوفون صافية، يعني كل شيء ما بي، فلازم أفعل البرامج الرئيسية اللي أنا أحتاجها. فهم حاطين لك باكج وين أروح ألقاها، أروح على السي، وبعد ذلك حألقى هذا في شيء اسمه بروجرام داتا، وحألقى على في شيء اسمه FB وأدخل عليه. نجي أول خيار افعل انا احتاجه، نطبع على الاوبشنال، اختار لي واحد من البراوزرات وافعله. البراوزر يعني هو المتصفح اللي ادخل بيه على الانترنت، انت بعد بكيفك. هاي عندك الفايرفوكس، وعندك المايكروسوفت اتش، وكذلك الكروم. بالاضافه ان هذا الخيار الاخ من انا تطفي وشغل الاكشن سنتر مالتك اللي تجيك النوتيفيكيشنز عليه، حتى يعني هاي الامور هو ليش حاطك اياها، حتى قدر المستطاع بانه انت ما تصرف ذاكره وما تصرف يعني ما يصير اللود على المعالج مالتك. الامر المهم اللي انا احكي بيه هذا هو من انا تفعله، وكذلك تستطيع تفعل الاوفيس ويا، تضغط عليه رايت كليك، ما راح اسويه حتى يعني ما يحذف الفيديو. وبعد ذلك تقدر تفعل الويندوز، طبعا هذا الشيء غير رسمي. هذا الموضوع.
الموضوع الآخر البرامج اللي حاطيك إياها مثل حاطي لك الفاير وول. الفاير وول هو اللي يخص ويندوز تقدر أيضا تطفيه والشغلة. موضوع مهم نسيته. هنا أنا أيضا أكو فاير وول، هذا اللي تيني وول، برنامج هو الفاير وول تقدر تستخدمه. من أنا تطفي وشغل الفاير وول اللي خاص بالويندوز والآيكونة ما تتغيرها إلى آخره، ممكن تستكشفوه براحتكم. حاطي لكم بعض الجيمز اللي تجي ويندوز 7 تقدر تنصبها إذا تريد. هاي من أنا على السيرتش مثل ما تشوفوا ما موجودة اللي هنا أنا تبحث بها، تقدر من أنا أيضا تشغلها. السبولر اللي هو السيرفس الخاصة بالطابعة، مثل ما نعرف إذا تستخدم طابعة طبعا هذا لازم الشغلة وإلا ما راح تشتغل عندك طابعة. بس إذا أنت ما تستخدم طابعة، لأن هذا أولا اللي يعني حضراتكم تعرفون صار بويندوز 10 سببت مشكلة كلش كبيرة هي البلو سكرين، فمايكروسوفت طبعا بعد ذلك نزل التحديث وانحلت المشكلة. فلذلك هذا يصرف بعض يعني يستغل بعض الذاكرة وبعض المعالج، فهم مطفي تريد الشغلة من أنا هاي من أنا تطفي وشغل، وكذلك الأيقونات مالته. هذه الأمور. كذلك الأبديت الخاص بالويندوز ممكن تطفي والشغلة يعني بعد ما تحدث الحاسبة. وهذا أيضا برنامج تستطيع من خلاله يعني التحكم في نسخة الويندوز اللي أنت تريدها. هاي الأمور المهمة. ما نزلنا احنا براوزر حتى من الصفح. هذا هو الويندوز، تطلع عليه بشكل يعني حالة حال أي ويندوز، بس مثل ما شفنا هنا أنا أدك شغلة مهمة بأنه أنت تضغط رايت كليك تشوف هذه الخيار بأنه يقتل لك كل التاسكس اللي موجودة، بحيث شلون يعني يسوي لك الحاسبة فريش يرجعك إياها سريعة. منه أنا تقدر تسوي ريستارت يدخلك مباشرة على السيف مود، ومنه أنا تقدر تسوي ريستارت للمتصفح الداخلي، ما راح أطرق بشكل يعني موسع. منه أنا تدخل مباشرة على الكنترول بانل فحطي لكم بعض الخيارات اللي موجودة، وأيضا منه أنا تدخل مباشرة على السيتنجز. مثل ما نشوف أكو خيارات مو موجودة يعني في الويندوز العادي، فهي نسخة معدلة. هذه هي نسخة سريعة. ندخل شوي على التاسك. هذا هو التاسك مانجر مثل ما تشوفون 4 جيجا بايت رام، المعالج هو من الجيل الخامس. فهذه نسخة سريعة جدا وتشتغل على الحاسبات حتى لو كانت قديمة. مثل ما ذكرت وأحب أنون هذا الشيء، هذه النسخة يعني مو من صناعتي، وإنما وجدتها بعد بحث في الانترنت. طبعا يوجد نسخ أخرى كثيرة، ولكن هذه جذبت انتباهي لأنه خفيفة جدا وأيضا يعني مدعومة بهذه البرامج الإضافية اللي حكينا عليها. عندي نسختي أيضا الخاصة اللي أنا مسوية، اللي يحب يعني أبعث لها أيضا ماكو مشكلة. أتمنى تكونون استفاديت من هذا الدرس، وأتمنى أن تستخدمون هذه النسخة على الأجهزة القديمة وتفعلون التحديث، لأن أنا دائما أنصح بالتحديثات لأنها تكون مفعلة، وأيضا تفعلون الفايرول. نلتقيكم بالدرس الجديد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.